الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نحمده على أن أمد في الآجال وأعطانا مهلة من العمر وبلغنا لرأس سنة جديدة. فالإنسان لا يكون إنسانا إلا بإنجازاته، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة مما أنعم الله عز وجل عليه عمره. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. أحبتي في الله، قد انقضى عام واستقبلنا عاما جديدا. ينبغي أن نسأل أنفسنا وأن نحاسبها، ترى ماذا قدمنا؟ ماذا قدمنا لآخرتنا؟ ماذا قدمنا ليوم يجعل ولدان شيبا؟ ماذا قدمنا ليوم تشخص فيه الأبصار؟ ماذا قدمنا ليوم توضع فيه موازين القسط؟ يقسم الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات بالأوقات ويقول: والشمس والضحى والليل والعصر. لا يقسم الله عز وجل بشيء إلا وله شأن عظيم. عام أمضينا من عمرنا أو أنقصنا من عمرنا ولم يزد فيه على عمرنا، بل نقص من عمرنا، من عمر كتبه الله عز وجل لنا. أيها المسلم، ماذا قدمت لدنياك وماذا قدمت لآخرتك؟ هل جعلت الآخرة نصب عينيك وسعيت لها سعيها؟ ومما يعيب الله عز وجل ويعاتب به على الكفار يوم القيامة هو ضياع الأعمار. قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ماذا يكون الرد؟ الرد القاسي من الله عز وجل يأتي ويقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. معاشر المؤمنين، العام الهجري الجديد يبدأ من بداية شهر الله المحرم،
وينتهي بشهر الحج. ينبغي أن يقف الإنسان المؤمن المسلم وقفة ويسأل نفسه، نقف وقفتين اثنتين. الوقفة الأولى: لماذا أرخ التاريخ الهجري من الهجرة ولم يؤرخ من البعثة ولم يؤرخ من وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لأن حدث الهجرة حدث عظيم، فرق بين الحق والباطل، وبه تأسست الدولة الإسلامية وكسر شوك العدو. لما ألهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من بين الخيارات التي عرضت عليه هذا الحدث، ألهم شيئا عظيما. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما بعث محمدا إلى الناس كافة، عادته قريش، ووقف قومه ضده وعادوه حتى أرادوا قتله وكادوا عليه المكيدة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون والله خير الماكرين. تعرضوا لأصحابه فآذوهم، هذا بلال يخرجون به إلى الرمضاء ويضعون الصخرة على صدره، ولكنه لا يرده ذلك عن دينه ويثبت. هذا خباب بن الأرت يعذب ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له بسبب الامتحان والاختبار والأذى الشديد: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ هجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلدانهم، من ديارهم، من أولادهم، من ممتلكاتهم، ليس عوضا من أنفسهم بل قهرا، لأن الله يقول: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. الله سبحانه وتعالى لنا مسجنا والجبال الله أدمي ستون عندما تدرسا مسكانا بملو لسنا مجبال بستنا بكلكلنا قداي سنكفام سندستم من مسجنا ملاكنا الله سبحانه وتعالى ياندان بنقرن بمكنيات ميادر كسلونا لقودان ليعتقان ليعسقعين كتم في اللاغوت يرلو املاك سلونا سلم مودن ادمي ستن عندما تشرسن اديس عمت جمرن بهجرة قطاطر محرم يمجمرو عندن يورنا عمت عالقو اديس عمت بجمر بسوين ملكتا لياس دستني چلال بليلن يومل كوغن مياس حسب قدينو عندما تعرفوهال ادمي تسدتوهال من سر هبت لذا لكفوك انت زقاجتوهال وي عينوك بمي كلاو طبتلت ميزو تمي جبتو تنقر بميها طبتلت كمكراو كسكعو بزات سعنات مشب طبتلت عبات كالجو مششبت لجك عبات النات كالجوا لجواك لجك النات مششبتلت يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ليلاون يسر الصون قراله كبار كنسلوا هنا مالتهم لذي كان عند النزقاء جنه كان يتستن يدل مستن نجي دنيان ندج أمارين بن سرانو. الله أكو قارون: ولا تنسى نصيبك من الدنيا نو. كدنيا درشان الترسانو مثلا تاوي سرع من دنو آخرانو مالتهم. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الله سبحانه وتعالى ولخير
ወደ ኢባዳ ወደ መልካም ነገር ስጠራን ምንድነው የምልን? ሳሪዑ ተሽከደ ሩጡ فاستبقوا الخيرات ወደ خير ነገር ተሽከዳ ደግሞ سابقوا الخيرات وسابقوا الى مغفره ተሽከዳ ደግሞ ሩጡ ይላል። ዱንያ ጋር ስመጣስ ወደ ንዳ ሩጡ ነው እንደ ቁርአን ላይ አንድም ቦታ የለም። በ114ቱም ሱራ ውስጥ አንድም ቦታ ወደ ዱንያ ሩጡ የሚል የለም። فامشوا في مناكبها فامشوا ረጋ ብላችሁ ተንቀሳቀሱና ርስቅ ፈልጉ እምሹ ነው ያለው። አኽራ ሲሆን سابقوا سارعون اذا ባለፉ ባንደመት ውስጥ ምን ዒባዳ ሰራን ምን ኸይር ሰራን አላህ ፊት ስንቀርብ ይሄን ሰርቻለሁ ብለን አንገታችንን ቀና አድርገን ደረታችንን ነፍተን ልንናገር የምንችል ምን አለን? እስቲ አላህ እንደተቀበለን ተስፋ ምናደርግ ነገር ግዜ እንደሆነ ይወጣል። ትላንት ረመዳንን ተቀበለን ትንሽ ሳይቆይ ወጣ ቀጥሎ ሐጅ መጣ ይሄደ ዙሮ ይመጣል ንወስዶን ይወሰደ ይሄዳል። ግዜ ከባድ ነገር ነው። ለዚህ ነው አላህ በግዜ የምምለው በቁርአን ላይ አላህ በፀሐይ ስምል በዛቱ ለማለት አይደለም። ፀሐይናት የግዜ ዑደትን የግዜ ዑደት ከሚለካባቸው ነገሮች ውስጥ አንዷ ፀሐይ ስለሆነች ነው። ወዱሃ በረፋድ ምላል በሌሊት በሌሊት ምላል በቀን ምላል ከግዜ የሆነ በሆነ ፓርቱ ምላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አላህ ደግሞ በአንድ ነገር ንዝም ብሎ ከመሬት ተነስተ አይምልም። ያን ማለበት ነገር ከባድ ስለሆነ ወይ ቀጥሎ የሚመጣው ነገር ከባድ ቢሆን እንጂ የግዜ ጉዳይ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ በግዜያችን ምን ያክል ተጠቀመን ምን ሰራን? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካፍሮችን ቂያማ ቀን ከሚቀጣባቸው ነገሮች ውስጥ በጣም ከባድ ደረቅ የሆነ ምላሽ ከሚመልስባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንድነው? والذين كفروا الى الله سبحانه وتعالى كهديان لو نار جهنم يجهنم اسات يطبقاتهم لله لا يقضى عليهم فيموت موتوا يغلغلوت يموت بيين يسطاتهم ولا يخفف عنهم من عذابها عذابهم تنش هيقنسلاتهم تشين ياكل ديغري يقنسلني ميبال نغير له اندي لو كهديان امن كفلاتهم የከደታቸውን ዋጋ ይላል። كذلك نجزي كل كفور عارفهم አስችላቸው وهم يصرخون فيها ذا جهنم مستون يጮሃሉ ይላል الله سبحانه وتعالى ምን ይላሉ ነው የሚጮሁት? ይማጸናሉ ተስፋ አይቆርጡም። ربنا املاكاتنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ትላንት ስራ የነበርነውን ክፉ ነገርም ትተን መልካም ስራ እንሰራለን። አንድ አስወጣ ንድል ስጠን ይመጣት ድል ብሎ አላህን ይማጸናለሁ። ሲጋ ነው ግዜ ጉዳይ የሚመጣው። አላህ ምን ይላቸዋል? አወለም ንሐምርኩም ማ የተዘከሩ فيه من تذكر ግዜ እድሜ ያልሰጠኋቸውም ወይ እድሜ ንሐምር ዑምር ብሎ አላህ ይገለጸው ልትገሰጽበት የሚገባውን ግዜ እኮ ሰጥቻለሁ በቂ ጊዜ ሰጥቻለሁ። ሰው ልጅ ለመገሰጽ ወደ አላህ ለመመለስ ኢማን ሊኖረው አቂዳውን ሊያስተካክል ስነ ምግባሩን ሊያርም አንድ ቀን ይበቃዋል። አንድ ሰሃቢ ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መጣ። ጂሃድ ሉጣ ወይን ሸሃዳ ያዛላቸው ሸሃዳ ያዝና ከዛው ጣሉት። ጊዜ ያያቸው አይደል? በጊዜ ውስጥ ምን ያክል ትልቅ ነገር እንደሚሰራ شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله شهد هذا خرج النبي عليه الصلاه والسلام زند وتفستشهد سمعت وانا يا الله ملك الدنيا من قالوا عمل قليلا واجر كثيرا تنش سرته افسه معناته بسكندوج وين بدقيقه وين بساعات مش قنات لذين الله اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال قدم عبد وفي روايه لم تزول بالتاكيد بما اطبق بفصم اجر قيامه كن نقنق قتلم كقومتشبت بوتا اربع نجر تطيقا ملاش تتسدفس كذا استاندو مندنو سو بياندو سو بجمله ارلم متيقو سو
بقله عن عمري فيما أفناه إدمين يتشرسك يتنى أسلفكم عند دقيقة ساعات كان وير أمت يتنى أسلفكم إينو متأيك وصولك لذي أدي سمت عروقي أمت عارفو أدي سمت سمتا مياس جنكم مياس السرو قد داي استني قطر من سرعو عند أماس من سرعان نحن أمة إنيا نراساتشن بلتن تطتن تمرن سرتن حبت عكابتن من نور يمتان ازبو تشارل لنن كنتم خير أمة أخرجت للناس من سرعان عند سو لسولج من عبركتن إن أنت الله سبحانه وتعالى ينرتاتشو نور ازبو لسولجوش يوتاتشو ناتشو لها الله سبحانه وتعالى لسولجوش ملكام سرتاتشو عرايان دتونو كمطفو ككفو نقر قصصاتشو مكراتشو عراوناتشو اندت ملسو ماذا قدمنا للناس ودى اسلام دعوة الرقم سنتسو بجاتشن شهادة يزا لسنتسو شهادة لنياز ليدايا سببهن كما عصيان لمنس لسنتسو سببهن كل يوت اند الناس سادد علمتان منها رسالة اللبن أمانة اللبن أمانة تشكمنا لذي عمت عارف عمت سمتا مؤمن حسام ما أدرى قال لبت لذي نعمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزنوا حساب أدرى قول بلون قاري كراسو نساب سادر يكأنون يورون ما أدرى كونن ديتي يترفن دونن ديتي يكسرن دونن ديتي يكال ما أوكي شلن حساب يا رجال إزاق أجال تفون ككساراو إليال يمزنال لدنيا قدين آخرات جنس لسو تبلن تفتر منلت علامة دينات جن قدين يا إسلامات جن قدين يا إيمانات جن قدين انديت كذبتات جهنال انديت بكن بسعات بدكي كاراسات جنس عبن نادرقم يا دنيا حساب ادرغم بنكسر سرا في الدو وين قيرالن ليلى مدرسبن غدات لا يدر لا ينور يشلا يينيون كخسرن كن دنيا ما اخره من كسرالن خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين لله سبحانه وتعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أحبتي في الله، الوقفة الثانية وللتنياو ما السبع اللبن هجرة سنل تلك ملك تنوست أولا يلو من ألبات باندو لتخطبات نقروا مزلك نقرأ لله كاللال بيهنو الله بقرآن لي مهاجروتهم بلي معرق بالقراتشو نبر والذين هاجروا إلى أتشوار الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين إلى أتشوار سدتي على الوطة تنس والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء إلى هجرة بزان ساعة هجرة فيزيكال أكالاوي سدتنا كعند هجر وده هنا هجر كمكة وده مدينة يا راسوك فتح مكة بوهلا إلا يتشعر هجر كالا زارين سو بدينو بوني بوتالي سكاي مكرا انقلت ميدر سبت كونه وده تشعال نقر يتشعال مونو كارغا قطع ميدي شلال الهجرة مفتوحة إلى قيام الساعة لكن هون مدر عند من در هنا اللج الإسلام يالوت على الشات على تنت كزي زي الشالة المثل الله أعلم حتى لا نعمم يت ترى يت مبوتا مطرات ما يتشال بتتش أباجنا يالله لكن الهجرة ليلنيا هجرة كم هجرنا ما حرم الله عز وجل الله حرام يا الرجون سنتنا قرنستي هجرة درجنال هجرة نبيه عليه الصلاة والسلام هي ننتهلك رسالة إذا سمتوا
ይደርስባቸው የነበረው መከራ ቀላል አልነበረም። ቢላል ለህፃናት ሰጥቶት አንገቱ ላይ ገመድ አስሮት መንገድ ላይ መሬት ላይ የጎተቱ በጋለ ሸዋ ላይ አስተኝቶት ደረቱ ላይ ትልቅ ቋጥኝ ይጭኑበት ነበር። ከህፃናቱ ብዛት ምላሹ ምንድን ነበር? አሐዱን አሐድ ነበር። ኸባብ ኢብኑል አረት ሰውነቱን ስጋውን ከአካሉ ለመለየት ይፈቀፍቁት ነበር። አማር ኢብኑ ያስር የደረሰበት ስቃይ፣ አባቱና እናቱ እንዴት ነው ሸሂድ የሆኑት? ሂጅራ እንኳን ለመውጣት አይፈቀድላቸውም ነበር። እዛው እንዲያልቁ እዛው እንዲሰቃዩ ነበር ፍላጎታቸው የነበረው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሀገራት ጋር ከነበራቸው ዲፕሎማሲ ግንኙነት ብዙ ሀገራትን አማርጦ ወደ ሀበሻ የተወሰኑትን ለመጀመሪያና ለሁለተኛ ጊዜ ላኩ። ከዛ በኋላ አላህ ሲፈቅድላቸው ከአስራ ሶስት ዓመት እንግልት፣ ስቃይ፣ መከራ፣ አዛብ በኋላ አላህ ፈቀደላቸው። ነቢዩ ላይ ምንስ ያልደረሰ አለ? ታንቋል። አይናቸው ለመውጣት ጫፍ እስኪደርስ እስኪፈጥ ድረስ የግመል ፈርስና እንግዴ ልጅ ጭንቅላታቸው ላይ ስጁድ ላይ ባሉበት ተጥሎባቸዋል። አሽረፍ አልኸልቅ ፊዳከ አቢ ኡሚ ያ ረሱላላህ። ስማቸውንም አጥፍተዋል፣ ሰድቧቸዋል፣ በብዙ ነገር ወንጅሏቸዋል፣ ብዙ ስቃይ አደርሶባቸዋል። ኡዚቱ አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም፣ ስቃይ መከራ አደርሶብኛል አሉ። አክሰረ ምማ ኡዚየ ሙሳ፣ ሙሳ ላይ ከደረሰው በላይ ነው የደረሰብኝ አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ኢስላምን ለማጥፋት የእስላምን ብርሃንን ለማጨለም ያልተደረገው ጥረት አልነበረም። እስላም ብርሃን እንዲያይ እና ጋር ዛሬ እንዲደርስ ኢላ ቂያም ሰዓ እንዲዘልቅ ሂጅራናት ወሳኛዋ ንቅጣ ፋስላ የሆነችዋ ሂጅራነች ማለት ነው። ለዚህ ነው ዑምሩል ኸጣብ በሂጅራ ያደረጉት። እኛ ዛሬ አካላዊ ስደት ባይጠበቅብን ያሉብን ቁሻሻ ነገሮችን ሀጅር አድርገናል። ሱቃችን እንዴት ነው? ሐራም ነገር ከመሸጥ ጸድተዋል? በሐራም ከመሸጥ ጸድተናል? ከግሽ ከማታለል ተላቀናል? ሀጅር አድርገናል? እነዚህ ነገሮችን ሐሜትን ሀጅር አድርገናል? ጥላቻን ሀጅር አድርገናል? ሕስድ ምቀኝነትን ሀጅር አድርገናል? ትተናቸዋል? እነዚህ ነገሮችን ዛሬ እኛ ራሳችን መጠየቅ ያለብን ይህ ነው ማለት ነው። አላ ሰሉ ወሰልሙ አላ መን አመረኩም አላሁ ቢሰላቲ ወሰላሚ ዐለይሂ ፈቃል ኢነ አላሀ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዐለ ነቢይ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰልሙ ተስሊማ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم على أصحاب نبيك محمد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ثبتنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر إخواننا المستضعفين زيامتوست كايناتش وكبابر سكاوتشوست يفلسطين وندموتشاتشن سكاي مكران اللهم انصرهم يا رب اللهم انصرهم اللهم ارفع عنهم البلاء اللهم انصرهم على اليهود الغاشمين اللهم عليك باليهود المحتلين المعتدين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم يوما أسود كيوم عاد وثمود اللهم أرنا فيهم سبعا كسبع يوسف يا قوي يا متين اللهم انصر إخوانا المستضعفين اللهم حرر المسجد الأقصى من درن اليهود الغاشمين يا قوي يا متين اللهم ارزقنا فيه صلاة شكر يا قوي يا متين يا إله الأولين والآخرين
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر.